أوف، وقبل الثمانية وأربعين بكم سنة صارت أشياء ما حسبنا حسابها. التقسيم عنه تحدث هناك وهني، وصارت الحرب وبلاد تم خرابها، وبدأت بلاد تشيل وترحل من هني. شي من حرب شي من الخوف انصابها، ويوم الصبح بكير من ايام السنة قامت بنت تخبز خبز لقرابها، شافت رجال مسلحة ومدوزني سلاح المصوب عالبلد واصحابها، صاحت يهود يا ناس وهربت من هني، وسمعت اطلاق النار هز اعصابها، والمعركة قامت عبلد محصني، النساء والاطفال تركوا بوابها، وظل الشباب يدافعوا عالميمن وعالميسرى وبقلبها وبجنابها. وبعد انتهاء المعركة المدوني اليهود تركوا هالشمس وغيابها، واحنا رحلنا ععرعراء وعراهني 11 شهر اللي حسبنا حسابها. ومن بعد منها رجع شعبي عموطني، والأرض راحت ما بقينا أصحابها، وإسرائيل قامت وصار اسمها مدوني، وبقينا فيها وتم استتبابها. وهذه حكاية كفر قرع معنوني، قصة شعب شاعر أنا اللي جابها. تطلع اشي خروف، يوم بني ادم، يوم مكبع ببست بكين كل حاملين بسوت هيك تكبع ويحبي بكى يحبي هو. مثل ما بكى شخصية تطلع. واليوم البنى كثير والناس تثروا وصلوا البحر، شي بدين يطلعني لغوار بطلعنش. اليوم استدريجي thank you.
عم تقدر يعني تجيبيهم كلياتهم هسه؟ حابين بس ما عملهم محل. إذا ضايل أخرى إشي هات فيه لأنه قبل ما أحط هذا اللي هون. السلام الله يرضى عليك سهل عليك. مع السلامة. مع السلامة يا بنتي. كانت أول مرة إلي في القدس بسلم فيها الشغل في مستشفى للأمراض العقلية. شفت بيوت عربية، أسلوب بناء عربي. مشيت في الشارع وأنا مش عارفة، يعني ما اطلعش حوالي، ما انتبهش للناس، بس اطلع على الدور، على الشجر، على زوايا معينة، على النخل، على الزيتون، على التين، اتخيل حياة هناك، اطلع على الحيطان دهنينها باصفر، لون اصفر، كان لون حزن، لون بدل على كآبة. طلعت على البناية شفت أشياء كثير مغيرين، محاولين يغيروا أشياء كثيرة، يحاولوا يغيروا الأسلوب، أسلوب البناء. محتمل إنهم يغطوا، محتمل إنه يداروا أشياء، بس لا، المكان لا يزال عربي، المكان لا يزال بنطق بأشياء كثيرة، بنطق في مأساة، مأساة ناس اللي هم مأساة ناس كانوا عايشين في أمان، في هدوء، وفجأة صار اللي صار، اندبحوا حوالي 250 إنسان في نفس المكان، محتمل أكثر. كانت هاي إلي أول مرة في دير ياسين، اللي هو اللي هي قرية فلسطينية تقع على في بداية القدس، على جبال القدس. هاي هي دير ياسين، هاي بداية قصتي مع دير ياسين، بداية عملي في دير ياسين، أو في كفار شاؤول مثل ما اليوم بسموها. نفس من تمه، خذ نفس عميق. أمين. في الفترة اللي كنت فيها طالب جامعي أدرس في كلية الطب في هداسة، كنت أشتغل كممرض في قسم العظام مشان طبعاً أمول نفسي يعني، وأدرس على حساب نفسي. وفي ليلة من الليالي كان في انفجار في شارع يافا في القدس، وكانوا في مصابين كثار، وكنت انا على وشك اني اروح على البيت، فتعوقت وما روحتش يعني لما كانوا المصابين وصلوا. واشتغلت فتره طويله، اشتغلت 3 ساعات 4 ساعات بعد الفتره اللي كان لازم اكون فيها، على اساس اني اساعد في القسم بالنسبه للاصابات اللي كانت موجوده. في الفتره هاي احد المصابين بيقول لي انه تسلم ايدك، ان شاء الله انه بيكونوا كثار مثلك. طبعا هو ما كان يعرف انه انا عربي يعني. روحت على البيت، وبعدها بعد فتره طبعا رجعت على القسم اشتغل،
وكان في صار يعرف نفس الإنسان إنه هالمريض الممرض اللي عالجه هو عربي. فيوم كنت فت على الغرفة عنده مشان أعطيه إبرة الأنتيبيوتيك اللي بأخذها ضد الالتهابات الموجودة اللي ممكن تصير. نفس الإنسان اللي كان حكي لي قبل إنه تسلم إيدي طردني من الغرفة وبشكل اللي هو شتمني، يعني بشكل اللي هو جدا مش مشرف يعني، وحكى إنه بديش إنه واحد عربي يعالجني. فطبعا على لما كان في صار في صوت صوت علي وهيك، إجا الجماعة المسؤولين عن القسم سألوا شو اللي صار، فقال لهم إنه أنا ما بديش إنه واحد عربي يعالجني، أنا بقدرش إني أضمن إنه ما يحطليش إبرة سم في العلاج. احنا في 10 أيار سنة 48 بدينا الحياة في دولة إسرائيل، وحياتنا لما بدينا بدولة إسرائيل كان علينا حكم عسكري. أول شغلة يعني بعد ما عشنا في أنا يعني لما بعد ما عشت شهرين بعد لما بديت المدرسة كنت اشتغلت معلم مدرسي، اشتغلت حوالي 6 أشهر. وبعدها الحكومة الحكم العسكري، لأنه كانوا الموظفين عن طريق الحاكم العسكري حسب معلوماته اللي كانت عنده، وإنه أنا كانت عندي أفكار اللي ما بتتناسب مع الحكم العسكري، مع آرائهم ما بتتناسب. وعلى هذا الأساس ودوا لي فصل وأنهوا عملي كمعلم مدرسي. بعد هذه المدة اشتغلت برضو عامل بنيان، كنت أحمل حجار أطلعهن على الطوابق الثاني والثالث والرابع على ظهري، وطبعا كان بدون تصريح حكم عسكري. وهذا العمل استنى لحد سنة 56 تقريبا. 56 زهقت أنا شغل التعب، قلت بدنا ندورنا على شغل أخف. اشتغلت بالزراعة، واشتغلت بالزراعة مزبوط، الشغل أخف بالزراعة، ولكن صارت المشكلة أصعب شوي. شفت لقيت حالي إني أنا بشتغل بأرض كفر قرع كلها، وقسم منها أرضنا إحنا أرض أبوي الخاص، والمحصول ما هو إلي، المحصول للي مستلمين الأرض، لس اللي استلموها طريق الحكومة يعني جيراننا الكيبوتس مشمرات. سنة 1948 لما أجى إسرائيل هنا واستوطنوا هنا، هم قالوا إنه هاي الأرض إلهم وإنه الله وعدهم فيها، بالرغم من إنه هاي الأرض ما بكتش إلهم. الفلسطينيين يعني صاروا يأخذوا من الإسرائيليين تقاليدهم عاداتهم، فتغير يعني دينهم مثل ما بكى قبل، وصار يعني يروح عن الدين شوي شوي. فبتأمل إنه يبقى مرة يعني بعد تقدم يعني بالمستقبل إنهم يرجعوا على دينهم، وهناك من هنا يعني بتبدأ إنه الله غفر لهم، ويعني
بحقق لهم الوعد اللي بكى بده انها تكون دولة فلسطينية. كفر قرى، كفر قرى، قرية عربية مسلمة سنية عمرها 300 سنة، عدد سكانها 8500 نسمة. كانت مساحتها قبل قيام الدولة 24,000 دنم، مساحتها الحالية 7,000 دنم. يوجد في القرية ثلاث مساجد، 15 روضة للأطفال 3 سنوات أو 4، ويوجد وفي ومدرستين ابتدائيتين ومدرسة إعدادية ومدرسة ثانوية. في القرية 3 مراكز طبية، 10 عيادات خاصة. في القرية 3 بنوك. في القرية 12 معمل صغير. في القرية نادي للهستدروت وللحزب الشيوعي ونادي رياضي. سبعين بالمية من الأهالي يعتاشون من رواتب شهرية في القرية وخارجها، 5% يعتاشون على الزراعة المحلية، و15 على التجارة والصناعة الصغيرة، و10% من مهن حرة، منهم 20 طبيب
10 محامين، يتعلم 150 طالب وطالبة في جامعة إسرائيل وخارجها. Thank you.
وريها. ايوه طول يا طول. خذ هاني اجمع لي هذا البنار. هسه هيك اللي عشرف ازيك يا اخي الكهنه اللي نسيت مشيت على شغل الفرقه اللي مش هيك الباهر سكري لي ساعي الكنانة شي اشتوش المار ما تنسى حاجة ثانية عشير هكيم على خلقة عزوش وشاب بتين مغرورين بيتو وشي بني مشلو. ايوه هات هذيك العصا اول شيء تعرفش هات العصا. احنا بنلقط عنا انا ورفيقتي بنلقط عنب قاعدين. طيب ونحط بحرزنا ولا هاليهودي جاي من غاد حاطط بروت عتته وجاي ولا تينا عيت الوالدين رحنا ناموا 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 نمنا بالارض حتى هو عاد حامل البرود هيش ومصلي عينه على البلد ملك من حدنا بش مثل هون والولد هذاك والله عما كلبوا عنا ما صابناش. انت مرقيش بو كي ادم شو هو لو بديوك رتسوي ادم شو هو خاي بخسد ولو بزخوت بتوخ زار بتوخ ادمه شلو بتوخ الارض شلو كمובן لو كل الاخلصيه بو هي كزوت אבל ההרגשה هي نشعرت انيان של הרגשה وזה مفريا عشان هيك كل شيء اليوم انا נשוי עם ילד, וכאב לילד זה עוד מגביר את החשש, את הפחד, את הסכנה הזאת של, או את ההרגשה הזאת של להכין את המזוודות, וזה החשש לילד יותר מאשר החשש לעצמי, או מתוך, לא מתוך אגואיזם עצמי, כמו שזה מתוך פחד למשפחתי, זאת שיצרתי פה. בקשר לעברית, למה אני מדבר בעברית? תראי, זו שפה שכשאני מדבר על דברים כואבים ושאני מדבר על דברים מקצועיים, קל לי יותר לדבר בשפה הזאת. זו שפה שאני מדבר אותה הרבה בחיים שלי. וזה לא אומר שאני מבחינה מאמצת את התרבות היהודית או הישראלית. יש לי את התרבות שלי, הערבית, ואני גאה לשמור אותה ולטפח אותה. להרחיק אותה מהשוביניזם ומהרגשות העילאיות. אבל לדעתי זאת היום אני שייך יותר
100 شير لتربوت عربيت يوتر لتربوت هايبريديزاسيا ها كافنابو لتربوت شهي وصفت إتها خيوفي بعيناي مها تربوت عربيت وإتها خيوفي بعيناي مها التربيوت الأخيرات لربوتها مع عربيت. سنة 1965 انتهى الحكم العسكري وشعرت أنا شخصياً براحة وصرت أشتغل بالتجارة وتجارتي يعني كانت موفقة ولكن ما طولت المسألة حتى سمعت عن أخبار الحرب إنه راح تصير حرب والحرب طبعاً أنا يعني مسكت طلعت على السماء وكأني بطلب الرحمة من ربنا إنه ما يصير وإن كان بده يصير إشي على الأقل يصير مش مصيبة قليل وبالفعل صارت الحرب والحرب فيها راح خسارات كبيرة من الناحية الثانية استشهدوا أبناء بيعزوا علينا اللي هم قرايبنا وأبناء شعبنا ومن الناحية هاي هون برضو أبناء أصحابنا اللي إحنا عرفناهم بخلال عملنا وخلال تعايشنا معهم وهاي كانت خسارة للطرفين وإحنا وبالحقيقة يعني إحنا موقفنا في إسرائيل موقف حرج جدا دولتنا بتحارب شعبنا وإحنا دائما إحنا نفسنا دائما الخسرانين مين اللي يعني حتى اذا انتصر طرف على الثاني ومش ممكن ينتصر طرف على الثاني احنا دائما خسرانين ما في حل للمشكله هاي الا الصلح وبالصلح بيقدروا الناس يعيشوا مع بعض وتبين انه احنا بنقدر نعيش مع اليهود تجربه 40 سنه وتبين اليهود انهم بيقدروا يعيشوا معنا وكل واحد بيقول انه ما بيقدر يعيش مع الثاني هو مش على حق لما كنت صغيرة كنت دايماً أشوف إنه بيجوا عنا أصحاب يهود أصدقاء على البيت كبرت وأنا أشوف هذا المنظر دايماً قدامي بيجوا عنا علاقات منيحة علاقات ودية تربيت على كلمة معينة اللي هي أحبة بمعنى أخوة الكلمة هاي رافقتني طول عمري لحد ما خلصت مدرسة وأنا كبرت على هاي الكلمة أسمعها دايما يرددوها طلعت على الجامعة في الجامعة البيئة مختلفة لقيت واقع ثاني مختلف سمعت كلمات اللي في القرية عنا في البيت ولا مرة سمعتها سمعت كلمة ترانسفير اللي في الوضع الحالي العدد اللي بيردد هاي الكلمة بيزيد فلما وعيت للوضع الموجود في إسرائيل وصرت أعرف كل شيء بيدور حوالي يعني لما فتحت عيني وعرفت الواقع شو هو إذا هم بيحكوا عن ترانسفير فمحتمل إنه إحنا كمان نبدأ نفكر من جديد نغير تفكيرنا بالنسبة للوضع الموجود كمان اليوم في الانتفاضة اللي بمر فيها إخواننا في المناطق المحتلة الانتفاضة عززت فينا شيء معين
قوت شيء معين اللي هو الصمود. أعطت هاي الكلمة معنى ثاني، أو معنى مش معنى ثاني بس معنى أعمق أقوى. إذا بدي أوصف الشيء اللي صار، محتمل أوصفه بإني أقول إنه في شجرة للصمود، اللي الشجرة صارت جذورها تنغرس بالأرض بشكل أكثر وأقوى، وهذا هو صمود، صمودنا إحنا عرب إسرائيل في إسرائيل. بعد ما وعيت وبعد ما مريت في تجربة اللي هي حسب رأيي وعي من ناحية سياسية واجتماعية، أنا بعرف حالي كالتالي: قبل كل شيء أنا فلسطينية عربية إسرائيلية. هاي الأرض، يعني هاي من إحدى القرى الفلسطينية اللي كانت للفلسطين، ولما أجوا اليهود هون احتلوها وسموها إسرائيل. مين هم سكان إسرائيل؟ أغلبيتهم اليهود. لا بلا، مقسمين عرب ويهود إلى ثلاث، عرب ومسيح وإسرائيل يهود. وأنتم؟ أنتم مين؟ عرب. 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 أنتم عرب؟ فلسطين. عرب شو؟ عرب فلسطين. فلسطين. مين هم الفلسطينيين؟ إحنا واللي بيقاوموا عن بلادهم. عرب فلسطينيين. وأنتم مثل فلسطين الضفة؟ لا. إحنا عرب إسرائيل. إحنا عرب إسرائيل اللي هم احتلوا هاي الأراضي اللي بكت هاي كلها، هي احتلوا أكثريتها. اليهود. والمستقبل رايحين يحتلونا إحنا. في المستقبل؟ اتكلم. شو بيصير في الضفة هلا؟ انتفاضات الجيش الصهيوني بيكتلهم، بيطلق النار عليهم عشان بدهم يحتلوا الضفة الغربية والمناطق اللي بعدها مش محتلة، بدهم يسيطروا على العالم كله، بس احنا ما بنخليهم. شو حتساوي؟ نحن ندافع عن الوطن. كيف حتدافع؟ نضرب حجار. ندافع. الرسول قبل مات برضو، يعني في أحد أحاديثه قال إنه لا تقوم القيامة إلا يعني إذا المسلمين تغلبوا على اليهود، ويعني مش راح يضلوا اليهودي، راح ينتصروا المسلمين وفلسطين ودولة فلسطين بتقوم. يعني وفي يعني كثير المسلمين ومؤمنين بيعملوا في هذا الحديث، وعشان هيك يعني بدأوا يرجعوا. وين حتكون فلسطين؟ هون في الضفة في إسرائيل. وين؟ هون في إسرائيل. في إسرائيل. وشو حتسوي مع اليهود اللي ساكنين هون؟ تقوم دولة فلسطين في الضفة وبظل اليهود بصيرن دولتين، إسرائيل وفلسطين متجاورات. إسرائيل هون مع اليهود والعرب؟ اللي ما هو بصير لما تكون دولة فلسطين في عرب اللي بحبوا يرجعوا لهناك، وفي اللي بظلهم هين مستوطنين محل ما عاشوا من البداية. وهنايدا شو رأيك أنتِ؟ رأيي فلسطين كلها بس عرب. يعني مش مهم مسيحة أو دروز أو مسلمين، لأنه كلنا عرب وكلنا فلسطينية، المهم ما يبكاش فيها ولا عنصر يهودي. شو رأيك أنتي؟ بعتقد إنه في لليهودين حق، برضو في للعرب حق. بصيرش إنه إحنا أولاً إحنا بالوقت الحالي منقدرش نطرد اليهود من هالأرض، لأنهم صاروا يعني إلهم شروش وإلهم جذر بهالأرض. بعدين إسرائيل قوي من ناحية عسكرية. الحل هسه يعني الحل اللي بنقدر هسه على الكليلة إنه نقيم دولة فلسطينية في الضفة مع دولة إسرائيل. أنا هاي الثورة كنت بستنى فيها يعني من وأنا في سن 15 سنة، يعني أو 15-14، بستنى فيها يعني هون في بين عرب إسرائيل إنها تقوم، لأنه إحنا عايشين في ظل يعني،
ومفيش أي شعب بيصبر على هذا الوضع اللي هو كان في يعني اللي عايش فيه. بعدين فوجئت يعني بأنه صارت ثورة هناك في الضفة، وأنا يعني بتأمل لهم النجاح، وإن شاء الله إنه هاي يعني الثورة تنتقل عنا إحنا مشان نتضامن، نبقى دائما إيد واحدة، وبتأمل لهم النجاح. اليوم انا موجود ابن كفر قرع وشايف ولا فيش في هذا شك اني انا حياتي في المستقبل داخل اطار دوله اسرائيل، ولكن انتمائي كشعبي بقدرش انكره، هاي مشاعر ما بقدرش ننكرها ولا واحد. فانا اللي شايف واجبي كمواطن وكفلسطيني اللي له مستقبله وعايش في دوله اسرائيل انه يحاول يغير يتقدم الديمقراطيه بشكل فعلي وانه المساواه تبقى فعليه. واللي بيقول انه احنا ما فيش عندنا مشاكل على اساس انه حاملين هويه اسرائيليه وان كل الحقوق وفيش عنا مشاكل وعايشين بمستوى منيح وإلى آخره، هذا الدعاء مش مزبوط. هدفي الأساسي في حياتي أنه تكون دولة فلسطينية مشان أشعر أنا أنه احترامي موجود، انتمائي تحقق، مش بس انتماء لشعب، انتماء لشعب ولدولي. إحنا طبعاً عايشين دولة إسرائيل، دولة إسرائيل معطية حقوق، بس هاي الحقوق مش هي الوافية ولا الكاملة، وبعيدة تبقى هنا كاملة، وبنشعر إحنا بضيق على أنفسنا، رغم أنه يعني منروح ومنيجي ومنتعلم إلى آخره، أنفسنا مش مرتاحة. إذا كانوا هذولا اللي خارج دولة إسرائيل في إلهم دولي، إحنا في دولة إسرائيل نقدر نقف مرفوعي الرؤوس مؤيدين لحقهم بدون أن ننسى إنه إحنا سوف نبقى جزء لا يتجزأ من هاي الدولة رغم كل المحاولات اللي هم بيحاولوا يعملوها إنه بدهم ينكلونا ويبادلونا. إحنا لن نقبل لا بالبدل ولا بالترانسفير تبعهم. شكرا. لا مسجد يا إخوان. لبناء مسجد يا إخوان.
وما تقدم الآن من خير تجدوه عند الله لبناء مسجد يا إخوان. لبناء مسجد يا إخوان. ما جدعان يا حرب عيونك شبكوني من أول نظرة يا روح قلبي وبحر غرامك ودوني ما قدرش أداري ولا خبي يا حرب عيونك شبكوني من أول نظرة يا روح قلبي وبحر غرامك ودوني ما قدرش أداري ولا خبي سمك هب الياك يوم واحد يلا درجي درجي هاي ثلاث فيه هاي واحد يهار ياك ما هو نعم درجي حليك انت عندك خمام محمود على جزر لا اليوم وين جت الشتاء وين ما على نجم هاي النايلون بعرفش بدها تطيح مع الغور ولما يطيح الغور مش فيش سعر ما فيش سعر اول مخرب الدنيا والله
أنا حلمت خير بالصلاة على النبي. بكيت أحمم الأموات 30 سنة وأنا أحممهم. كل ليلة كل ليلة أشوف شتر. أكلهم كلوا لي الشو بالآخر بنفع. إيش يكون روحي وخلينا بحالنا. إيش يكون اللي بتنفع بالآخر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفتح أصحى. بعد اغتيال أبو جهاد في يومين حلمت حلم غريب. شفت حالي في جبل الزيتون في السوبر ماركت اللي بشتري منه الأغراض. طالعة الدرج، بس فجأة الدرج تحول لدرج البيت الأبيض في أمريكا. هناك شفت أبو جهاد كان جاي ياخدني. خفت لأنه الإنسان اللي بحلم عن إنسان ميت إنه جاي ياخده معناته هو بده يموت. خفت إني أموت. في الأول خفت إني أروح معاه، بس بعدها مشيت معاه. فتنا للبيت الأبيض على بناء على أساس إنه نسمع شو بخططه شو بيعمله. فشفت هناك شيوخ مع كل شيخ مع لحية، وحاولنا نسمع شو بيقولوا بس ما قدرناش. شافوا لأبو جهاد ضحكوه. لما حسيت إنه أبو جهاد بحاجة إلي ما خفتش، كان عندي دافع إني أساعده. هاد كان حلمي، حلم غريب بس. حلمت قبل شهر إن في حية كبيرة كبيرة بتحاول إنها يعني بكت تحاول إنها يعني تاكلنا أو إشي يعني. فبكيت خايفة كثير ومرتعبة كثير منها، إنه حسيت إنه هاي الحلم حلم فظيعة يعني. بكت لما سألت أبوي عن هاي الحلمة، فقال إنه في إنسان هاي بتحقد عليك ويعني وبتغار منك وبتحب ليك الخير. ويعني ما عرفت شيء أنا هاي الإنسان، لأني بعرف إنه كل الناس بحبوني. تسخت انتي ميسام بعد اللي اقول لك فعل للصليفة شلانو عربيم. اني ممشي خالي خشيف كيودية بشبيل اليهودين مع اسرائيلين. اني عربية. هيو كما سيبوت شبانو لقول لك فعل بو بكفار اسام و دكتور اسام شاما بخوت بعير اليهودية هو خشود عربية خشود. لدوغما שלושה פעמים אני חושבת, חיכו לו משטרה למטה. על מנת לחקור אותו, לקחת ממנו פרטים. המסקנה הברורה מאוד הייתה לגור בכפר, בכפר קראה. נוסף על כן כמובן איך להתחתן. היו אפשרויות רבות. האפשרות שהכי נראיתה לנו במציאות הכי מצויה היום זה בעצם להתחתן לפי נישואים רגילים, הכוונה נישואים מוסלמים. ולמטרה זו הייתה להיות אמורה להמיר, זאת אומרת, להמיר דת, ואכן היא התאסלמה, ואנחנו התחתנו בטקס ליד אצל הקאדי, והיינו אמורים
לחגוג את הנישואין האלה במסיבה מסורתית, כמו שעושים בכפר, כיוון שאני גאה בזה ואני אוהב את זה. ומסיבות, לצערי, מסיבות אישיות לא יצא לנו. ועד היום, כל פעם שאני הולך לחתונה של חבר או חתונה של בן כפר, זה נשאר לי מעין מום כזה שאני חייב להסתיר. קצת כאב בפנים שאני לא התחתנתי לפי המסורת. كان عندي 8 سنين لما القصة صارت في البلد. كنت صغيرة والقصة هزت كل البلد. تحكي عن مرة اللي صبية بالأول كانت تجوزت من ابن عمها بس كانت تحب واحد ثاني أهلها قالوا لا ابن العم بنزل عن الفرس تجوزت ابن عمها ما كانتش مبسوطة معه بنفس الوقت كملت في حبها للإنسان اللي حبته وكونت عائلة صار لها أولاد بنات بس النهاية كان إنه هربت مع اللي بتحبه تركت بيتها وجوزها ولادها البلد وهربت معه بعد ما هربت الكل دري الكل عرف صارت قصة في البلد لكيوهم بعد ما لكيوهم هي وياه رجعت للبلد بس ما حدا بيعرف عنها شي من يومها حطوها في غرفة وحبسوها في غرفة ومن يومها كل الأشياء اللي سمعناها عنها كانت محتمل حقيقة محتمل من خيال الناس أهل البلد حكوا كثير وأنا كطفلي كمان حكيت معهم اليوم بحس إنه أحياناً بحس في نقمة على مجتمعنا على الرغم إني بحب الناس بحب البلد بحب أهل البلد بس مع كل هذا بكبتوني بخنقوني أحياناً بمنعوا حريتي الشخصية بمنعوا بيوضعوا حد لطموحاتي لتطلعاتي لتصرفاتي حتى لو انها أشياء بسيطة بس أحياناً بأشياء تافهة جداً بحطوا حد لحرية الإنسان على الرغم من هذا بأشياء بسيطة لما بحطوا حد لحرية الإنسان إحنا بنعاني فكيف لما بيقررونا مستقبلنا لما بيقرروا حياتك في المستقبل زواج القرآن بمنعش إنه المرأة إنها تتعلم وحتى ولو هي تبقى متجوزة وعندها أولاد برضو مش لازم يعني تترك التعليم لأنه التعليم فريضة علينا وسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم هزتونكم من اللي ودت لنا اياه مش مر اليوم شنو احسن صار؟ زيتون يعني زيتونتكم اللي خرطوه اللي جاب العبوده اللي جاب العبوده زيتون هناك بعده متملح ما استناك من هاتي اه من هذا زي زيتون اليهود Thank you.
طيب غيري ضمن راح الزرع لغيرنا يا شجرة بالدار حاميها الأسد واتصرت لخصون ومن تثر الحسد يا حصيرتي يا غيري حصد راح الزرع لغيرنا